مشاهدي قناة شوفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد من امام ثانويات القاضيعية التأهيلية للتعليم الاصيل، يعني التلاميذ دوك يخرجوا ليدوزوا مادة اللغة العربية، وغادي ندوزوا يعني اول تلميذ اللي اجتاز يعني دوز هاد المادة ديال اللغة العربية اللي غيتحدث لنا يعني كيفاش داز هاد الصباح عنده، كيفاش كانت الظروف ديال الامتحان. فتفضل ولدي. قال انشد لك يعني كيفاش كان اول ديال الامتحان؟ ولد داكشي زوين، ما غادي كنتو مستعدين مزيان؟ ها كضربتو؟ ها وجاك داكشي في المتناول؟ شويه صعيب. ها كان صعيب؟ شنو هو الحوايج اللي بانوا كانوا صعاب لي؟ القصه ديال المسؤول كبير. ها كضرب كضرب شي يقول لك واحد المسدس السميه اللي عطاني المسدس هي اللي كانت قاصحة. هي اللي شوية قاصحة، أما بالنسبة للنص الصغير هو ساهل، تنطر النص أحلى ديالو ساهل. جا الله خير. هادشي تشاهد. لا هادو هو السيد. أنا راه جاوي. أنا راه جاوي أخويا. أه حق نسيت بلاش قطع هادشي في المونتاج قطع. مشاهدي قناة شفتي احنا دائما معكم من امام ثانويات القاضيعية التأهيلية للتعليم الاصيل، دائما الحسامات يعني النصيحات ديال التلاميذ اللي اجتازوا المادة هذا الصباح مادة اللغة العربية. احنا دائما غنقول العم البدراوي، غنقول العم البدراوي دائما من امام ثانويات القاضيعية سمعنا يعني الاول تلميذ اللي اجتاز امتحانات البكالوريا وخرج يعني هذا الاول يخرج من هنا امام ثانويات القاضي عياد، وكما سمعنا يعني اعطى الراي ديالو يعني كيفاش كانت الاجواء ديال امتحانات هذا الصباح هنا بمدينه الجديده، مدينه جده بالضبط، من هذه الثانويه ديال القاضي عياد التاهيليه للتعليم الاصيل، هذه واحده من اقدم الثانويات واعرقها ان لم اقل على الصعيد الوطني، وغادي نرجع لكم يعني في مباشر اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.